أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ الساق ثابت لله عز وجل في الحديث الصحيح، ثابت لله عز وجل من صفات الأفعال، من صفات الذات في الحديث الصحيح. أما الآية فيها احتمال. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، يوم يكشف عن ساق يعني شدة الأمر وليست من آيات الصفات، وغيره يقولون لا إنها من آيات الصفات وفيها إثبات الساق لله، الله أعلم. لكن الحديث على كل حال ثابت، الساق ثابت لله في الحديث الصحيح. نعم.